اليوم نسوي ايس كريم في فيلا باورا الجديدة، وفي نكهة فلفل وكمستكة وركان وريان. إذا تبون تعرفون كيف سوينا الايس كريم والنكهات تعالوا معنا. هذا روح هذا روح عايز ابشر والله بالتضبيط يا دحوم، ابشر والله باللي يضبط الليله ليلتك. حران تقول لي حران؟ اي والله اني حران. انت تقول لي حران والله؟ سوي لي ايس كريم. هذا وهذا وهذا. بسم الله يا ليما، اختار وش افضل نوع عندك. افضل ازرق. ازرق في الفل لون ازرق. تفضل هذا. والله عاد حط هنا. ادري انه ما له اي دخل بالازرق بس حطه هنا. بسم الله. ايوه تفهم. الحين بوريك شيء يصدمك دحوم. تعال سحر. تعال والله لا اصدمك دحوم، والله الدلع باقي ما جاك. والله حمستني حسوس. حطه هنا. طيب دحوم حطيته بالميزان. خذ لك هالكوب. كوب عليه سم بالله. بسم الله بسم الله. انا بقول لك مش طبيعي. تبي ازرق؟ كله ازرق. هذا ايس كريم فيه ولا؟ نعم. طيب طعم ايش؟ لونه ازرق بس طعم ايش؟ هذا الايس كريم تعرف طعم البابل جم؟ العلك. عم هلا والله انك فزت عزوز. في قسم بالله فزت. خرافي لوني وطعم بالعلك شيء من الاخر. والله فزت. تبي تجرب الثاني؟ ابيك تسوي لي ايس كريم الان. ابيك تجهز لي ذوقه. ابشر يلا من عيوني والله. بس اسمع عزوز. لا لا عزوز وش ما نقدر اسوي هذا والله. معليش لازم ادق على العيال. اقول خلي الدنيا ذي كلها لنا. عزوز عزوز فريق واحد. احنا فريق واحد مو بشخص شخص. لازم ادق على العيال. ما له دخل. حر حر نبي. اقول ادق على واحد هذا العيال. هذا السلام عليكم. هلا وغلا ركان. شلونك؟ حياك ركان. برسلك في ديون عليه. لا تشوف الديون. تشوف الديون. في ديون عليه بيعزم ايس كريم. ليش عليه دين 3149 ريال؟ ركان برسلك لوكيشن الان. ابغاك تجي. ابغى في مفاجاه. تمام. تعال جيب العيال معك اللي تقدر جيبه معك. تمام. اللي بحطه بس. تمام يلا يلا برسلك اياه الحين. اللون جاهز لك؟ اي والله جاهز لك. لون لون فيه فلفل ازرق. تبدا بسم الله. ابى اخليك كل شيء تسويه. والله لا دلع. هذا جاهز لك؟ اي والله جاهز لك. كله كله لا ابى اخليك تشبع ايس كريم. اي والله تكفى ايس كريم بيبرد على قلبك. لازم اذوقه قبل ما اخلي المتابعين يجربونه. بسم الله. الميزان. حط الميزان اذا قال راح. شفت ذا المويه؟ اي كله كب داخل. كب الاول. شوف كيف يتغير اللون. اياه والله ان اللون فيفول. والله هذا واحد ثاني. لا اللي بعده ريحته. ريحته رهيبة. ايوه الكاسة الاخيرة. لا لا وش القرف؟ قفاص. البس قفاص. لا يا حبيبي البس. رهيب يا حبيبي. امسك قرف يعني. امسك ابشر والله بالايس كريم. مع انك ناديت العيال بس ابشر والله بالايس كريم. انا في قمه سعادتي الان قاعد اشوف ايس كريم لوني. رح رح اخلص يا لعيب. والله يا عزوز وين؟ والله يا بزبط. ترى تعصبك اول مره اسوي ايس كريم في حياتي. اسالك بالله. قسم بالله حتى انا. اسمع عليه هذا من اللي يضبطونك يعطيك تجارب كل شيء في الدنيا. بس والله جاهز. جاهزية ما هي طبيعية. شله واللي عليكم. ما يصدقون على الله. لا شاكم بالله. اقسم بالله عجبني اللون. وين يودي؟
كيف وين يودي؟ وين يودي؟ وين يودي؟ وش حسسك اللون؟ برد وثلج البحر. واو ايش يصير؟ ايش يصير؟ فيرفل 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 يا دحوم دحوم خلط الخلطة الدنيا. اوكي هو جرب تجربته ايه بس والله انا اخليكم تجربوا تجربة احلى منه عشان كذا انا دقيت عليكم ليش؟ امسك في شيء ثاني لكم انا قلت ما اقدر بس اسوي نفسي لازم اسوي نفسي كثير شوف شو اسوي الان تعال ايش صاير؟ اوف بدأت من فوق دحوم بسم الله ما شاء الله ما شاء الله قلبه كله 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 شو اسمه؟ تعال سعد بحسب اي والله طيب شوف طعمه كيف؟ ريحته عم تجنن والله صادق بس دحوم حطيته ينفع؟ تعال انا جبتكم هنا لان قبل شيء عزوز سوالي خلطه سريه وطلع لي ايس كريم بلون تمام؟ قال في ثاني ابغى اوريك مفاجاه قلت لا ثاني لازم اكون لكم فالان اوكي اول ما احط السحر هذا هنا شوف شكل لون الايس كريم اللي احنا جايين هنا عشان نسوي له ايس كريم لك صادق صادق يا اخي اقسم بالله العظيم صبر. اني حط المويه انا على بالي قبل حط مويه حط مويه هنا يستاهلون وش يستاهلون؟ والله العظيم انا الصيف جاي وقاعد جالس ادور مكان حبيب حر ايش تتوقع ابيض رحت ابيض ابيض راح ابيك تصب بقوه المفروض ابيض 40 فجر استلم وردي استلم وردي ريان وردي ريان جد حتى طعمه حلو طعمه من ريحته والله بك طيب الحين ريحته كيف؟ والله ريحته حلو ريحه ورد حلو اللون قلب معك ايه كانها تبيس كريم؟ ايه نبيس كريم شلون؟ يلا طيب بس عطني ذا جاهزين؟ عطني ذا تعال ايوه وشو؟ شو عندنا؟ اصبر خليني اوزن لك بس الليله كم ايوه خذها تعال يلا بسم الله جاهز لكم؟ جاهز اللون كيف؟ اسطوري كويس ريحه طعم كل شيء لا كويس. طعم ما جربنا 100% لا لا ريان لا ريان اي ما عليك بس كويس مرة. اكيد اي اكيد بس عزوز لازم تعرف شيء ليش عجبني؟ شيء غريب شربي. يا رب انها تضبط كذا منعش فهمت ولذيذ ضرب كبه كله بسم الله توكلنا على الله ابوه كله 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 تراك الشف حقنا انت رح 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 مدى كريم بسم الله رح مدى كريم طيب بالميزان حلو حط كرنفلكس شوي ها لا كرنفلكس مويه طيب الحين حطه كله مويه ها كله كله صب 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 هبه شوف هذا شوف هذا لازم نلبس خذ هذه خذها ايش هذا ايش تسوي فيها؟ هذا ما راح تاخذ تدري ايش ناقصها؟ كونفليكس لا 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 تستعجل بيجيك الخير بيجيك الخير يلا ابو سعد ما اقدر عند القوت لازم هنا لا لا راح راح على البث بياخذ ثاني راح حرك هذا راح حرك 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 اللي تحت اي ابو سعد اي ابو سعد اي كانها فريسي يعني لو دخلت يدي بيصير مال احترق فاسكت لا دخلت يدي بيصير روح حالي يا سلام يا سلام عليك الزوايا الزوايا كلها الزر الثاني روح اللي تحت ما عليك اللي فوق بالطبش والله بالطبش والله بالطبش بس 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 حلو بس بس والله ما ودي اطرش والله ما كان خذه بس لا 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 رش رش ممنوع ممنوع ايس كريم ممنوع ايس كريم طيب بجرب خلاص خلاص لا 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 سكريم ده ابو عصير طعمه والله لون لون لا الحين وش تعال 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 اشوف اشوف كمل كله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا كريم كله يا عم الله عليك بس كله سماكه طيب الان احنا حطينا كله سكريم معزوز صح؟ باقي يا برد كيف اشغلها؟ ها ركوني طق ايوه طق حقك اللي فوق بسم الله بس كولي كولي شغلت المراوح كولي لا تبريدي الله عليك يا عمري بس الحين ريحوا بجهزكم مسكين بقي شيء امان عندي الموضوع امان امان عندي والله بيخلص ملك والله بيخلص روح يا ريح ريح انت روح ارتاح يلا يلا الله يعطيك العافيه انا والله العالم اني بسوي اسف والله اسف هذا دحوم نبي صب محترفين صب صب محترفين نبي شكل حلو دحوم بس انت قاعد تخوفني دحوم شكل حلو ها شو شو شو
لعيب ايش رايك؟ ورب الكعبة اول من يذوق انت اول من يذوق والله والله ليش تخربها؟ لا لا صدق من قال هذا سكري بالصيف ايه على خير هذا بدون اضافات طلع طعمه كذا تجيك اضافات تجيك اضافات الحين عاد خلي العيال يجربون يا رب الكعبه كان الالبان العلق كذا بس انه بارد هو طعم العلق بس ايه مره بارد ولذيذ ايه مو طبيعي تفضل يا بتكون شيء مره طبيعي والله العظيم ما بجامل ولا واحد بالمئة والله العظيم ما بجامل اسالك بالله ايش رايك بالله حيل ما اعطيتك ورب الكعبه لذيذ بسم الله ابو سعد تاخذ ذوقك اريا بسم الله الرحمن الرحيم ركان ما تجامل سالتك بالله ما تجامل اسالك بالله لا تكفى والله حلو ياس سميتني وروح الكعبه قلت لا ذوق تعبان ذوق ازمع لا والله انه رهيب الصدق كيف بعدين في طعم كذا تحس انه ونعس عرفت كهرباء صيح كذا انك تمشي بالحر وتاخذ تصير بارد فجاه والله طيب الان عندنا مهمه ثانيه قبل ما نبدا مهمه حقه الاضافات اللي موجوده ايوه بسم الله اسكريم يا ولد بسم الله يلا سات اللي على اليسار ها بسم الله حقه صح اخر واحد ايه هذا اللي بيصير بشكل حلو نزل بسم الله تحتني افضل من دحوم لا لا مستحيل مستحيل دحوم مرتب والله مرتب ما يمديك ايوه يا ركان ايوه حبيبك كنت شغال في الترك انا سكريم بوت خليفه وقف شوف والله انه حلو ها والله انه حلو هذا وجه الوجه هذا وجه الخيره علق تحس ايش في كذا اعطيته ملعقه وين تجربونه ما جربت واه انت مفتوحه لا تعرفون احنا انت مفتوحه كيف يا عيال ها لا والله اقسم بالله لا 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 يلا بس حقك لا 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 بذوق بس بعد تقييم اخير والله بعد تقييم اخير والله 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 شوف هي كلها مختلفة عن بعض بسم الله كل واحدة مختلفة عن بعض قسم بالله انه لذيذ حسين يب رب الكعبة والله انه مرة لذيذ ذا عجبني والله ابو سعد ابو سعد والله مو عشان حقي انا اقسم بالله اقسم بالله يا عيال جامد والله انه جامد صدق ها ابو سعد والله عالم عالم قط العالم وش الحين هذا الزهري حلو اوكي يكون شيء نكهة واحدة صح؟ يب بس هي معي بالايس كريم يب يو ودي حط مكتين دام الاثنين تمام حلوة ذي يا ركان يلا اعطي الرسالة يلا نعم حسب ما ادري اخوان طيب بسم الله يا القط قول بسم الله ما بجيب العيد يا اخي احنا بالنص هم بالنص روح يمين يسار يمين يسار سهلة والله ما بدي شكل راح انزل خربانة راح 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 يا خواف يا خواف خليني اجيب العيد يو يا اللون شلون صار شوف اللون يا لعيب يا لعيب بس سطر فوق البرج الله ينكبك زهلوني لا لا والله حلو حلو يو يا ركان يا رب يا حلو هاكر عالم لا لا والله خرافي يا عيال والله صدق هذا خرافي المكس ما يصير كامل انا جزء منه اكيد حلو شوفوا وين وصلنا الان في المسرح في بلد باور جديده راح نقول لهم عن الايس كريم اول شيء السلام عليكم فتح الامه يعني حابين بس نعلن لكم عن الايس كريمات حابين وفرة
شباب يا شباب تعالوا جربوا الايس كريم حياكم الله. افتح الباب يا مسلم. حياكم الله. افتح الباب يا مسلم. بسم الله. جرب حق ركان. جرب حق ركان وريان. بيجيب اثنين مع بعض. يلا. طبعا يا اخوان انا وريان الان متواجدين في ايس كريم فيلد باور جديد وراح نجرب مع الشباب وجمهورنا الطيب والحلوين. اقول تحيه يا شباب. انا راح اكون كاسير واخذ طلبات منهم وريان راح يسوي لهم سكرين. يا رب ما تجيب العيد. طيب عندنا اختبار قوة لازم نضبط السكر. مشدود كل شيء محسوب في لجنة هناك يحسب كل شيء. والان بننتقل الى اللجنة. اللجنة عارف عن نفسك. خبرة سكريمات 14000 ايس كريم في حياتك. اليوم اي شيء غلط والله بالورقة والقلم. صح انه ورقة افتر بس ما عليك تراني شديد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الان راح ناخذ واحد ايس كريم. اتصور تفضل هنا. انتظر هنا. تفضل يا شباب. واحد سكيم تمام. على الفلوس. بلاش على حساب. على حساب. اثنين. الواحد. تعال. 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 تمسكها. جاهز واحد تمسكها. ايس كريم تمسكها. حبة واحدة. اتفضل السريع. السلام عليكم. السلام عليكم. والله انك ما تعرف. الله بفضلك. سلام. تمام ابشرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال يا هلا حياك. تعال يا اخوي عبد الرحمن. من هو؟ عبد الرحمن. حياك الله نورتونا. من هو انت؟ انت من؟ عبد الرحمن اسمك؟ يا ولد لجنتنا انا لجنتنا روحت. يا ولد اللجنة وين هي؟ وش تبغى الايس كريم؟ وش تبغون بس؟ كمستك. عادي كمستك. واخوك عبد الرحمن وش انت؟ مكس مكس. التوام قصدك؟ اي توام. عاد واحد التوام وواحد كمستك. يلا 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 عجل علينا. اخرتنا. ايوه تقول عرفني على اخوك كيف حاله. خير يا بشر. ودنا نسمع صوته يعني. تكلم طيب. تكلم لا تستحي يا حبيبي لا تستحي. اسلم. ايوه نكت. ها نكت مع الزباين. ضروري اضحكك. وضحكني. ما باقي باور بانك. والله وش فيك؟ باقي باور بانك. انا جيت اقيم نفسي الحين ما بينفع. المعذرة ما بينفعك والله. المعذرة هذا كله ممكن تابعينك جميل. الحين انا بجرب والله ما جامل. والله اخر كلام. والله ما جامل مرة. انتظر كلام. يلا تفضل الله يطول العمر. احسنت يا اخوي. اخوي السيد. احسنت. الله يطول. هذا المدير حقنا. طلع المدير موجود. شغال معه. يا ولد هذا شغال خفاء. اي شاب الايس كريم بيطيح. احسنت العمر. الايس كريم الطفشان ما عنده شغف. الايس كريم خلاص ما عنده شيء. ايس كريم ينزل يقعد. هذا نازل. سامحني 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 طولي. اول شيء والله يدخل. تفضل تفضل. ملعقه ملعقه. انا معك ملعقه. اعطيته مسيم مسد والزبون. المدير يخوف شوي. تفضل سم بالله. ها عطى رايك. بدون مجامل. الله والله ما جامل. تحلف بالله. بسم الله. والله والله ترى تعال. لا 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 تقييمي. ايوه ايس كريم والله 10. خدمتكم 2.5. ليش 2.5؟ ليش؟ لانه ايس كريم طايح. ايس كريم يسد النفس. بس كنا طالب معمول. حقك الله يعطيك العافيه. انتم ما بتسوون. الله يعطيك العافيه. بيجون يشوفون شباب. خلاص يلا انقل عني. ولهنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى نشوفكم وتجونا ونزوركم ونصور مع بعض واسوي لكم احلى ايس كريم انا وريان. رابط التذاكر اول رابط تحت في الوصف. خلونا نشوفكم فما الله.